عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، ولكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. أن تقطع عيسى ابن مريم وهو رضيع، فقال لأهل أمه إني عبد الله، وقد يموت الصغير ولا يموت الكبير، ويعكس الأمر طورا ويحدث التغيير. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير، صرفت طرفي إليها فعاد إلي وهو حسير، وقال اعبد ربك وارجع إليه تجده نعم المولى ونعم النصير. فاعمل يا أخي خيرا تمت رضي الضمير، فإنك حتما راكبا للسرير، فتنزل القبر حتما وذلك يوم عسير. في القبر هم وغم ومنكر ونكير، اللهم صلي وسلم وبارك على أفضل يتيم وجد في الوجود، حضرة النبي محمد صاحب بدر الكمال وبدر الجمال وصاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية والتي أرضعته السيدة حليمة السعدية. سئل أحد العارفين بالله أيهما أفضل، أيهما أحسن، يوسف بن يعقوب أم محمد بن عبد الله؟ فأجاب العارف بالله يوسف من أحسن الناس، أما محمد فهو أحسن الخلق على الإطلاق. يوسف أخذ نصف الجمال فافتتن به النساء، أما محمد أخذ الجمال كله ولم يفتتن به النساء، لأن الله كسى جمال محمد بجلال نوره. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك يا محمد لم تلد النساء. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الليلة الطيبة المباركة نسعد سويا بليلة التكريم، والتكريم نوعان: تكريم في السماء إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتكريم في الأرض إذ ينادي المنادي افرش لعبد فراشا من الجنة ونعموه بنعيم الجنة. أسأل الله أن يجعل صاحب هذه الليلة في الجنة. نسعد سويا بالجلوس على أعظم مأدبة هي مأدبة القرآن الكريم. سعدنا الليلة بحضور علم من أعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، والقارئ الأكثر شعبية على مستوى العالم، والملقب بملك المقامات، الدكتور عبد الناصر حرك، والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية، كما سنسعد به إن شاء الله فجر الأربعاء صبيحة الخميس القادم عبر إذاعة القرآن الكريم. الله ربي أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل معالي الدكتور إلى منصة القراءة مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل والله غفور رحيم قل يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله
الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوح إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم اصطفى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت
ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا مش حاضر
وكفلها زكريا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا خلاص كده وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه طيبة هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك
طيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك
كده. قال كذلك قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين.
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. وما يلتقي الجمال بالجمال فإنه جمال الكرام وحسن التلاوة والإكرام. أخواتنا إخوة الإيمان والأستاذ، عشنا سويا بالتلاوة العطرة الذي تلا على مصلح حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم. نقلناها إليكم على أحدث مخبرات الصوت الحديثة لصاحبها الحاج فوضى عبد المعبود إدارة مصطفى فوضى. أما الإمارة الحديثة لصاحبها الأستاذ محمد مرسي كساس. أما مخازن الفراشة الخضراء أولاد بابر. أما الخدمة الفندقية الممتازة أولاد العجب. ولا أراكم الله مقرأة عزيزي.